السؤال الثاني في الأدب توخ أدب، والسؤال هو من هو الشاعر الأندلسي القائل واصبر مستيقنا إنه سيحظى بنيل المنى من صبر؟ الصبر مفتاح الفرج، من أعظم شعراء الأندلس. أربع ثواني. عمر إجابتك. أبو نواس. أبو نواس من الشاعر الأندلسي. عمر باسي. إجابة خاطئة. شاعر أندلسي. أحمد مش عارف يعمل إيه، عايز يدبس فاطمة بأي شكل بأي شكل. أدبس فاطمة إزاي؟ يعمل إيه؟ عايز يدوس بس مش طاير. فاطمة اتدبستي. شاعر أندلسي أو تمام. فاطمة إجابة خاطئة. أربع اختيارات: ابن خفاجة، ابن عبد ربه، ابن زيدون، أبو البقاء الرندي. ابن زيدون. خدت الريسك ليه؟ فاكر انا قرات المقوله دي قبل كده. كان عنده وزاره في قرطبه ووزاره في اشبيليه. تولى الوزاره في قرطبه واشبيليه. احمد هتبتدوا بناقص 10 اجابه صحيحه. بناقص 10؟ كنت هو صعصفك شو؟ مفيش حد بينقص 10 بيزيد 10. برافو عليك يا احمد، اول 10 نقط وبكده النتيجه 10. مين يا القمح الازهري؟ توخ الخاصه 40.